المرض احنا كنا جايين من بروكسل، كنت جاي انا والوالده الله يرحمها والاخ ديالي. ايوا احنا كنا جايين، كانت واحد في المطار ديال بروكسل زافنطم، وكانت واحد الطائره كانت باغي تخرج تمشي تطلع لموسكو، وهما كانوا دايرين لي ماسك، حنا ما كناش دايرين لي ماسك، وهذا هو السبب. انا قلت عندي 90% اليقين ولا 100% تصابينا من تما، تما هزينا الفيروس من عندهم. وانا اللي تصابيت انا الاول، عاد من بعد الوالده ديالي والاخ. لا الوالده ديالي توفات، هي راك عارف هي مسكين الله يرحمها، مرا شويه كبيره في المتقدمه في السن، وعندها السكر وعندها هذاك الشيء، وهذا هو السبب. والاجال وفى، الاجال ديالها وفى الحمد لله. الفتره نتاع الحجر الصحي فاتت على احسن ما يرام، لا من عنايه لا من اطباء لا من ممرضين، كل شيء في المستوى الحمد لله، كل شيء في المستوى. ومره اخرى كنشكر صاحب الجلاله جلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده على الرعايه اللي كيعطيها الجاليه المقيمه في الخارج ولا في الداخل ولا مغاربه الداخل. والكلمه الاخيره كنوجهها للمواطنين، الله يجازيكم بخير باش تبقاو في منازلكم واحترموا الحجر الصحي وما تخرجوش، لان هذا المرض هذا خطير، وانسان راه ما عادش يحس به من بعد جوج سيمانات او 14 يوم، عاد كتجي الاعراض ديالو، وراه خطير. ارجوكم ثم ارجوكم التزموا منازلكم واحتزموا الحجر الصحي، انه لفائدتكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.